أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن هيت وإن أمرت وتجلو ما بعينك من عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص أن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. تعالوا يا جماعة كده نشرح قول المصنف هذا في نواقض الوضوء أو في أسباب الحدث. قال: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. نواقض الوضوء هو الشيء الذي ينتهي به الوضوء، ويحتاج الشخص حتى يستبيح المحرمات بالحدث إلى وضوء جديد. ما هي هذه النواقض التي تنقض الوضوء؟ قال: نواقض الوضوء الحدث. وما هو الحدث؟ الحدث هو أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. بشكل أبسط هو ما خرج من السبيلين. يعني إيه ما خرج من السبيلين؟ يعني ما خرج من القبل أو الدبر. أي شيء يخرج من القبل أو الدبر هو ناقض للوضوء. زي إيه؟ زي الريح، زي البول، زي الغائط، زي المذي، زي الودي، زي المني. المني هو الذي يخرج من فرج الرجل على سبيل التدفق بشهوة ويكون أبيضا ثخينا. أما المني هو بالنسبة للمرأة يكون أصفر رقيقا. أما المذي فهو الذي يخرج من الرجل عند التفكر في الجماع ويكون أبيضا ولكنه لا يخرج بتدفق. أما الودي فهو الذي يخرج عقب البول وخاصة في الشتاء للرجال. المني يزيد على أنه ناقض للوضوء أنه يوجب الغسل أيضا، ويعتبر هذا الناقض ما خرج من السبيلين هو الذي عليه المدار. يقول العلماء: النواقض الأخرى هي في الحقيقة ليست نواقض، إنما هي أسباب حدث. وذلك مثل مثلا النوم على غير هيئة المتمكن، وهنقول يعني إيه دلوقتي. قالوا: وذلك لأن الغالب أن يخرج من الشخص الريح دون أن يشعر عندما ينام على غير هيئة المتمكن. يعني إيه على غير هيئة المتمكن؟ هيئة المتمكن دوت اللي هو يجلس على الأرض وممكن إليتيه ومقعدتيه من الأرض، فلو نام على غير هذه الهيئة قالوا بقى إيه الغالب أن يخرج منه ريح دون أن يشعر، وممكن ما يكونش خرج. هذا الخروج مظنة، فأنزلوا المظنة منزلة المئنة فاعتبروه ناقضا، لكن هو في الحقيقة حدث أو أسباب حدث. يبقى أول شيء من نواقض الوضوء، أول شيء من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، القبل والإيه والدبر. تاني ناقض: النوم على غير هيئة المتمكن. فإذا نام الإنسان
وهو غير ممكن مقعدته أو عجرته من الأرض فعندئذ نقض وضوء. أما لو كان نائما وهو ممكن إليتيه ومقعدته من الأرض ولو نام نوما عميقا عند الشافعية لا ينتقض وضوء، يعني قاعد زي من قاعد كده كويس وممكن يكون إيه غفل شوية كده، بهذه الطريقة لا ينتقض وضوء. لكن لو ريح ونام فربما يكون خرج ريح احنا ما نضمنش، فلذلك يكون قد نقض وضوء ويجب عليه أن يتوضأ. قالت الشافعية: وذلك لأن الأليين ملتصقتان بالأرض، إذا كان نائما على هيئة المتمكن زي ما أنا لسه قايلها لحضراتكم كده، وذلك لأن الأليين ملتصقتان بالأرض وقد انغلق أو أغلق على ملتقى المنفذ أن يخرج منه شيء، فلا يخرج منه شيء إلا إذا تحرك، أما إلا إذا تحرك سواء كان يمينا أو يسارا، وإذا تحرك استيقظ، وهذا هو الغالب عند الناس، واستثنوا النحيف شديد النحافة من هذا الشرط. عاوزين نفرق بين حاجتين، بين النوم والنعاس. النعاس أنه قد انغلقت جميع الحواس وحدث ارتخاء في جميعها إلا أن الشخص ما زال يسمع من بجواره لكن مش مستوعب وبيقول إيه، لكن سمع صوت. أما النوم فهو انغلاق جميع الحواس بما فيها حاسة السمع أيضا. فالمصنف بيقول إيه؟ النوم مش النعاس، النوم يعني انغلاق جميع حواس السمع حاجة على غير هيئة المتمكن. زوال العقل بسكر أو مرض، ده الناقض رقم 3 أو من أسباب الحدث رقم 3 التي تنقض الوضوء، زوال العقل بسكر أو إيه أو مرض. السكر: وذلك بوصوله إلى أقصاه، فقد وصلت درجة السكر عنده أنه لا يعي ما يقول. زوال العقل بسكر أو مرض، السكر بوصوله إلى أقصاه، فقد وصلت درجة السكر عنده أنه لا يعي ما يقول، عند ذلك ينتقض وضوءه. وهذه مظنات أنزلناها منزلة المئنة، لأن إحنا مش عارفين وهو سكران، ربما يكون خرج منه ريح وربما لا يكون خرج منه ريح، فدي بقى مظنة فننزلها منزلة المئنة. أيضا من ضمن نواقض الوضوء رقم 4، لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. المرأة الأجنبية المقصود بها المرأة التي يصح لك أو يجوز لك أن تتزوج بها، مش المرأة الأجنبية يعني الإنجليزية، لا، المرأة الأجنبية التي يصح أو يجوز لك أن تتزوج بها، ليست محرمة عليك. ولمس الرجل المرأة الأجنبية عبارة عن التقاء الجلد بالجلد أو البشرة بالبشرة بمرأة أجنبية. قال تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فمطلق اللمس عند الشافعية ناقض للوضوء. أما إذا كان هناك حائل كالشاش أو كالجلباب أو الطيلسان الخفيف أو ما شابه فهو لا ينقض الوضوء. من نواقض الوضوء كذلك عند الشافعية: مس فرج الآدمي بباطن الكف. وخلي بالك من كلمة باطن الكف، سواء مس فرجه بنفسه أو مس فرج غيره. فمس الفرج يعني ملتقى المنفذ أو ما حوله، مس الفرج أي ملتقى المنفذ، ملتقى المنفذ. أما ما حوله فلا ينقض الوضوء، المقصود بالفرج ملتقى المنفذ. فالذكر للرجال أو حلقة الفرج للمرأة سواء مستها بيدها أو بيد غيرها، هذا هو الذي ينقض الوضوء. ومس حلقة دبره على الجديد، على المذهب الجديد للشافعية، مس حلقة الدبر سواء من نفسه أو من غيره. طيب، هناك فرق بين المس واللمس. المس غير اللمس، فالمس هو يكون بباطن الكف فقط. باطن الكف اللي هو إيه؟ اللي هو ده، إذا ما وضعت يدك على الأرض الجزء المطابق لها والمخفي الذي لا تراه، هذا هو الذي إذا لمس به نقض الوضوء. أما ظاهر الكف، أما ظاهر الكف وظاهر الأصابع ف
فلا ينقض الوضوء، وحروف الأصابع ما بين الأصابع هذه أيضا لا تنقض الوضوء، وهذا هو المذهب الجديد وهو الصحيح. جزاكم الله خيرا، وللحديث بقية. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.